السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال مهم جدا، أنا محتاج أجيب كم مشاهدة كل شهر عشان أحقق $1000 كل شهر من قناة اليوتيوب؟ والأهم، إيه الحاجات اللي أنا المفروض أعملها عشان أحقق عدد المشاهدات المطلوب لتحقيق ربح شهري مستمر من قناة اليوتيوب فقط؟ ده اللي هنشوفه حالا في الفيديو ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ياسر سليم، وفي الفيديو ده زي ما قلنا هنشوف احنا محتاجين كام مشاهدة علشان نحقق $1000 شهريا من قناة اليوتيوب. الاول قبل ما نبدأ في تفصيل الكلام ده، في اكتر من طريقة للربح من قناة على اليوتيوب، وفي الفيديو ده احنا مخصصين الكلام عن الطريقة الاكثر شيوعا، وهي من خلال اعلانات الادسنس او الاعلانات اللي بيظهرها اليوتيوب على القناة بتاعتك. وطبعا لازم نبدأ برضو ونقول ان دي اقل الطرق ربحا، يعني دي اقل طريقة ممكن تكسب من على اليوتيوب، وانا شخصيا ما اعرفش اي شخص بيعمل على اليوتيوب واخد الموضوع ده بجدية وبيعتمد فقط على الاعلانات علشان يحقق الدخل اللي القناة بتاعته، تمام؟ لكن خلينا نبدأ ونشرح ونوضح الاول كم مشاهدة انا محتاجها شهريا عشان اكسب $1000. بمنتهى البساطة، الالف مشاهدة بيحققوا لك دولار واحد فقط، يعني كل ما تعمل 1000 مشاهدة على اجمالي الفيديوهات اللي موجودة على القناة اليوتيوب بتاعتك، في المتوسط بتحصل على ربح حوالي $1. الكلام ده معناه ان المئة ألف مشاهدة هيحققوا لحضرتك $100. فلو حضرتك عملت 100,000 مشاهدة شهريا، الربح اللي هتحصل عليه من خلال الاعلانات اللي ظهرت على الفيديوهات بتاعتك هو $100. طيب عشان احقق $1000، معنى كده ان انا محتاج ازود صفر، يعني انا محتاج 1,000,000 مشاهدة، فعلا 1,000,000 مشاهدة شهريا عشان تحقق $1000. طبعا ده رقم ضخم ومش شيء سهل الوصول اليه، لكن قبل ما تتخض وتفتكر ان الموضوع مش صح، لا، الرقم ده ممكن تحقيقه طبعا، لان في ناس كتير جدا بتقدر تحقق الارقام دي واكتر كمان. والاهم ان زي ما اتفقنا، مش ده اللي بيكون مصدر الربح الوحيد لاي قناة على اليوتيوب. اي حد بياخد الموضوع بشكل احترافي عمره ما بيعتمد ابدا على الاعلانات فقط كمصدر للربح، لكن هي مصدر جيد للربح من ضمن المصادر اللي انت ممكن تعملها لقناتك على اليوتيوب. وهنقول اللي هيستنى معانا لاخر الفيديو، هنقول ايه هي الطرق التانية اللي ممكن تعمل منها ارباح من قناة اليوتيوب بمنتهى السهولة. نرجع لموضوعنا. طيب دلوقتي احنا عشان نعمل $1000 شهريا من خلال قناة اليوتيوب فقط من اعلانات اللي بيحطها اليوتيوب على القناة بتاعتنا، محتاجين نعمل 1,000,000 مشاهدة. بمنتهى البساطة، عشان توصل لأي هدف كبير لازم تفصص الهدف ده لأهداف صغيرة وبسيطة، فهتلاقي ان الموضوع دايما بيكون ممكن اي هدف كبير. تعالوا نعمل كده، يعني تعالوا نقسم 1,000,000 مشاهدة. هنفترض دلوقتي ان احنا حطينا هدف ان احنا عايزين نعمل $1000، وبالتالي عايزين نوصل ل1,000,000 مشاهدة شهريا. هبدأ ازاي؟ هبدأ ان انا هفترض ان انا هعمل فيديو كل يوم، تمام؟ احنا اتفقنا هناخد الموضوع على محمل الجد، تمام؟ فهنعمل فيديو كل يوم، وهنقول ان الفيديو الواحد لو انا عملت محتوى جيد هيعمل في المتوسط 10,000 مشاهدة شهريا. معنى كده ان انا لما يبقى عندي 100 فيديو على القناة بتاعتي، تمام، هبقى بعمل 1,000,000 مشاهدة. ازاي؟ لان 100 فيديو في 10,000 هتساوي 1,000,000، يعني انا كده ابقى عملت 1,000,000 مشاهدة. فلو انا قررت انفذ الكلام ده، هبدا اخد الموضوع بجديه. زي ما دايما بنقول، مفيش حاجه اسمها ربح سهل ولا ربح سريع، ولا بدل ما تقعد تجري ورا الحاجات الثانيه والاشتراك في شركات غريبه واختصار روابط وحاجات زي كده، اللي بكلمك عنه ده احد الطرق اللي ممكن تعمل منها فلوس حقيقيه وبشكل شرعي وطبيعي وصحيح ومستمر ودائم كمان. ولسه هقول لك حاجات ثانيه اقوى بكتير، خليك معانا للاخر. طيب يبقى احنا كده ممكن دي تكون الخطه، ان انا هعمل 100 فيديو، تمام، في خلال 100 يوم مثلا، تمام، علشان اوصل ل 1,000,000 مشاهدة شهريا، وبالتالي هبقى حققت $1000 في الشهر. المجهود اللي انت هتبذله عشان تعمل 100 فيديو طبعا مش مجهود بسيط، ولازم تتاكد ان الفيديوهات دي فيها محتوى جيد افضل ما يمكن. لكن من ناحيه تانية، $1000 شهريا بيجوا لحضرتك بشكل دائم ومستمر، ده مبلغ جيد جدا، وبالنسبه لناس كتير جدا ده ممكن يكون مبلغ كافي، لانه يكون اليوتيوب هو مصدر رزقه الوحيد او مصدر دخله الاساسي. بس هنا في بقى حاجتين مهمين جدا، ان يعني في طريقتين تانيين انت ممكن تستخدمهم للربح من قناتك على اليوتيوب من نفس مجهود وتضيفهم على الربح ده، ومن خلال الطريقتين دول ممكن تحقق 5 و10 و20 ضعف
اللي بتحصل عليه من خلال الإعلانات، وده اللي بيعمله كل اليوتيوبرز. نمرة واحد هي إنك تعمل أفليت، إنك تسوق منتجات أفليت، يعني تشوف بعض المنتجات الجيدة والمناسبة لنوعية المحتوى اللي أنت بتقدمه في القناة بتاعتك على اليوتيوب، وتبدأ تسوق لهذه المنتجات من خلال روابط الأفليت. دي طريقة. الطريقة الثانية هي انك تكون عندك منتجك او خدمتك الخاصة، ودي الطريقة الافضل واللي انا شخصيا بستخدمها وبفضلها جدا. الطريقة دي انت ممكن تعمل 20 و30 و40 ضعف كمان اللي ممكن تعمله من الاعلانات من نفس المجهود. مثلا تعالوا ندي مثال، لو افترضنا مثلا ان حضرتك مصمم جرافيك، طيب، وحضرتك بتعمل فيديوهات تعليمية عن ازاي تقدر تعمل تصميم للجرافيك، زي انك بتعمل مثلا شروحات عن الفوتوشوب والفيديو اديتنج مثلا الافتر افكت وغيره، فكده ده معناه ان حضرتك اكيد بتقدم خدمات تصميم الجرافيك لان ده مجال عملك. فايه المانع انك تعمل موقع الكتروني وتحط الرابط بتاعه في كل الفيديوهات بتاعتك، بتوفر فيه خدمات لتصميمات الجرافيك اللي انت بتتكلم عنها وبتشرحها. انت صحيح بتشرح الامور دي، لكن مش معنى انك بتشرحها خطوة بخطوة ان كل اللي هيجي على الفيديو بتاعك هيقرر انه ينفذ ده بنفسه، لا، كتير جدا جدا جدا، وخصوصا لو كان بزنس اونر صاحب عمل هيفضل انه يستخدم الخدمات اللي حضرتك بتقدمها لعمل تصميمات الجرافيك الخاصة بي. يعني مثلا لو حضرتك عملت فيديو عن انك ازاي تعمل شعار وشرحت ده خطوة بخطوة وبالتفصيل، كتير جدا من اصحاب الشركات اللي بيبدأ عمل جديد اللي بيفكر فعلا يصمم شعار هيوصل بشكل او باخر للفيديو بتاعك. لو اعجب بالمحتوى حضرتك هتروج عن وجود هذه الخدمة في رابط موجود في الفيديو، تمام، وهذا الشخص ممكن يدخل على موقعك ويشتري بالفعل الخدمة بالتواصل معك او انه يدفع اونلاين او باي طريقة، وبكده ممكن تعمل 20 و30 ضعف اللي ممكن تعمله من الاعلانات. وده مش معناه انك تشيل الاعلانات، لكن انك بتعمل دخل اضافي. لو انت مش هتعمل خدمتك الخاصة ممكن تسوق لمنتج افليت، يعني منتج مش بتاعك او خدمة مش بتاعتك لكن تكون لها علاقة بالمحتوى اللي انت بتقدمه في القناة بتاعتك. اخر حاجة ممكن اقولها لحضرتك في الفيديو ده، تمام، هي انك مهم جدا ان القناة بتاعتك تكون فيها شيء من التخصص، يعني ركز في مجال معين وخلي كل الفيديوز بتاعتك تكون في هذا المجال او هذا النوع من المحتوى. بس كده، هو ده اللي انت محتاجه عشان تكسب $1000 من خلال الاعلانات، ودي الطريقة اللي ممكن تخطط بيها للموضوع. وقلنا لك على طريقتين تانيين ممكن تضاعف بيهم ارباحك من قناتك على اليوتيوب لخمس وعشر وعشرين وثلاثين ضعف كمان اللي ممكن تحققه من الاعلانات. شكرا جزيلا، وما تنساش لو الفيديو عجبك اعمل لايك وشير عشان الكل يستفيد، ولو انت لسه جديد في القناة بتاعتنا ياريت تشرفنا بالاشتراك واضغط على زر الاشتراك ويشرفنا بالاشتراك في القناة. وشكرا جزيلا، ولو عندك اي سؤال سيبه في التعليق، وشكرا جزيلا، ونشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا على متابعتكم، ولو عايز تتعلم وتحترف التسويق الإلكتروني وتبدأ مشروعك الخاص على الإنترنت شوف الدورات اللي موجودة على موقعنا pioneersnow.com، هتلاقي الرابط موجود في وصف الفيديو أو في الفيديو نفسه. شكرا جزيلا على متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.